النشيد الوطني بالمارشات العسكرية وصفوف تسير في نسق واحد، مظهر يحتفي به الليبيون كلما رأوه بعد أن عانوا سنين من غيابه، يتكرر هنا في البيضة خلال تخريج الدفعة الخامسة للشرطة القضائية. وضعت وزارة العدل الرؤية وذلك من أجل تفعيل الشرطة القضائية حتى تقوم بدورها، وعندما نقول تفعيل الشرطة القضائية بالتالي سيتم تفعيل العمل القضائي، وهو مهم مساعدين للعمل القضائي في تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية. الضباط الخريجون أتوا من مناطق مختلفة، بينها درنا التي صارت تعود إليها المؤسسات الرسمية شيئا فشيئا بعد تحريرها من قبضة الإرهاب. من حظ الدفعة الخامسة كان من بين الأعضاء أعضاء مجلس الشرطية مكتب درنا، اللي كانوا صفا جنبا إلى جنب مع أخوتهم القوات المسلحة في تحرير درنا، ولله الحمد. المجموعة اللي خرجت اليوم ما يقارب من حوالي 220 من أعضاء الجهاز الشرطائية، ونسعى بإذن الله في الأيام القادمة أن يكون في دورات جديدة. عودة الشرطة القضائية تعني عودة القضاء وتفعيل مؤسساته التي عانت التعطيل بسبب الإرهاب لسنوات، ما يبشر بغد ليبي مشرق يحميه أبناء ليبيا ويحدبون على تحقيقه.